مرحبا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة على قناتي حكم، أتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بداية يا أصدقائي، اليوم راح أشرح إضافة مهمة جدا لمواقع الووردبريس. طبعا اللي يحب اعتمادها هذه إضافة الرانك ماث. إضافة الرانك ماث بتساعد وتساهم في أرشفة المقالات الخاصة فيك داخل محركات البحث، يعني بتقدر تتصدر بالطريقة الصحيحة والسريعة في جوجل بعد تطبيق هذه الأمور راح أطرح لك إياها، وراح أقدم لك إضافة الرانك ماث للبرو بشكل مجاني. بداية يا أصدقائي، أتمنى مشاركة الحلقات لحتى اتعم الفائدة للجميع، وأيضا يا أصدقاء دعوتكم للشعب الفلسطيني الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. لو أجينا على محرك البحث جوجل وبحثنا عن إضافة الرانك ماث، راح نشوف سعرها $49، يعني $50 تقريبا. أنا راح أقدم لك إياها بشكل مجاني عبر هذا الموقع. هذا الموقع، فقط قم بكتابة رانك ماث سيو برو، تمام؟ حمل النسخة النهائية اللي موجودة. الآن إحنا ركبنا إضافة الرانك ماث، وموجودة إضافة الرانك ماث في كثير مواقع إلكترونية، لكن صراحة تهيئتها بالشكل الصحيح نهائي مش مطبق. هذا أول فيديو على المستوى الوطن العربي راح يتطبق، اللي هو الطريقة الصحيحة لتهيئة الرانك ماث. بداية يا أصدقائي، أتوجه على عناوين السيو الميتا، هي أهم الصفحات، اللي هي صفحة الصفحة الرئيسية، صفحة التصنيفات وصفحة المقال. هذه طبعا الصفحة العامة للميتا، تطبيق الأمور عادية. أهم ما في الموضوع اللي هي المقالات. المقالات يا أصدقائي، لو أجينا عملنا إعادة تعيين، تمام، هذه الصفحة الرئيسية مثل ما انتم شايفين، السيو المحلي. احنا نتوجه على المقالات. المقالات يكون الرابط بالشكل هذا طبعا، يعني عرض الصفحة الرئيسية مع المقال مع الاختصار مع لا، انا بدي اختصر كل هذه الامور، فراح نطبق اول اعداد اللي هو سيو، وهنا وصف المقالات المنفردة راح نضع هذا الخيار بالطريقة هاي، تمام. نوع المقال اللي هو المقال، شيء طبيعي. العنوان الرئيسي، الوصف، مقال إخباري، العناوين المقترحة للروابط، كلمات مفتاحية مركزة، الفئة الأساسية، التصنيف بالطريقة هذه يا أصدقاء، ثم حفظ. والأهم الصفحات، توجه على الصفحات، ايضا نكمل باقي التعديل. هنا نوع المنشور، مقال بالطريقة هاي اصدقاء، مقال اخباري. التركيز على الكلمات المفتاحية. انت بالطريقة هذه لو اجينا على الموقع الالكتروني وفتحنا القسم، في ميزة رائعة جدا اللي هي عرض القسم ثم الموقع. عرض القسم ثم الموقع. ليش عرض القسم ثم الموقع؟ لو كتبنا اسم الموقع، في تقسيمات موجودة أسفل الموقع، فإحنا لو اختصرناها على الاي بي تي في، يعني تكون الكلمة المفتاحية فقط اي بي تي في، ما راح يتصدر أسفل الموقع بالطريقة هان، يعني يكون في أقسام أسفل الموقع. فبالطريقة هذه يا أصدقائي، الاي بي تي في راح يتصدر أسفل الموقع. أيضا لو أجينا على المقالات، شوفوا ميزة المقالات، اسم العنوان ومختصر العنوان عن شو بتكلم ورابط العنوان، وهنا أيضا واضع لي الصورة المتصدرة في العنوان، يعني صراحة احترافية مثل ما أنتم شايفين، تمام. الآن لو أجينا يعني على جوجل وبحثنا ما بعد التعديلات، هذا تم تعديله قبل 24 ساعة، وبحثنا عن هذا المقال، هذا مقال يتكلم عن الجامعات الأمريكية، لقينا المقال متصدر مثل ما انتم شايفين، الصور لسه مش متصدرة لكن المقال نفسه متصدر محركات البحث، وهذا شيء مهم جدا. الآن أيضا بدي أشرح في هذا الحلقة اللي هي الخرائط. إحنا بننشئ خرائط، لكن في خريطة مهمة جدا جدا اللي هي خريطة الـ HTML.
خريطة ال HTML تقدر تنشئها أنت بشكل هالبسيط، توجه على الصفحات ونقوم بإنشاء صفحة جديدة اللي هي HTML Sitemap. تمام، يعني هذا الكود راح أضع لك إياه أسفل الفيديو، وتسمي الصفحة هذه بالطريقة هذه، اسم الموقع HTML Sitemap. تمام، بتيجي على الخيارات اللي هي هنا للمقتطف HTML Sitemap، هو يعطيك النتيجة هذه. تمام، فقط ندعس على كلمة حفظ. لو أجينا على الصفحة فراح نشوفها بالطريقة هاي مثل ما أنتم شايفين، يعني عارضة ال HTML Sitemap. أنا ما بدي إياها، بدي إياها تعرض المقالات. فبنيجي هان، هو بكون كود، نضع هنا على صفحة، نضع الصفحة اللي قمنا بإنشائها، فرز حسب التاريخ، تاريخ العرض، لا هنا نختار عناوين العنصر حفظ. فلو أجينا على الصفحة وعملنا تحديث راح نشوف المقالات تاعتنا بالطريقة هاي. هذه الميزات الجديدة والرهيبة في إضافة الرانك ماث، هي أفضل الإضافات وهذه أفضل الإعدادات لحتى تتصدر نتائج البحث. خلال 24 ساعة راح تشوف مقالاتك في محرك البحث وأيضا متصدرة. لو أجينا على تحليل السيو 86، وهذا الأمر ممتاز جدا جدا مثل ما أنتم شايفين. الخرائط 100%، كافة الأمور، التاجات 100%. طبعا هنا هذه الأمور في نفس إعدادات الموقع ما تهم. هنا سرعة الجافا سكريبت، الإحصائيات، هذه الأمور المهمة في تصدر نتائج البحث. طبعا يا أصدقائي، اسم الموقع هذا ما كان أساسا موجود. لو أجينا على اسم الموقع مثل ما أنتم شايفين، وأنا عن شو يتكلم الموقع، أساسا ما كان موجود نهائي ولا هو متأرشف اسم الموقع. مجرد ما قمت بالتعديلات بدأ يتأرشف. هاي هذا القسم، قسم سبورت، مثل ما أنتم شايفين متأرشف أسفل اسم الموقع، وهذه الميزة الحصرية اللي لازم تكون في كل موقع. أتمنى لكم التوفيق. الإعدادات هذه موجودة أسفل التعليقات، فقط الإعدادات. رابط موقع تحميل نسخة برو موجود بالفيديو، أتمنى تأخذه لأن سبب لي هذا صراحة مشكلة في تعليقاتي على اليوتيوب. وأتمنى لكم التوفيق ويسعد مساكم الطيب.